اهلين اهلين، كيفكم؟ اخباركم وحالكم؟ ان شاء الله طيبين وعاتم صحة يا رب. يس، دا شكلي بنفس الفيديو الفات عشان البتاعة دي وصلتني هسي حاليا بعد ما صورت لكم الفيديو، رغم انه الوقت اتأخر، لكن صراحة ما نفسي استنى لحد بكرة ولا لحد يوم تاني، ممكن يا مهند المقص، عشان انه اوريكم الباكيج فيها شنو. تخيلوا يا جماعة انه الباكيج دي اتأخرت، بالرغم من انه انا كنت متوقعة انه شيء ان هم اللي اتأخروا، اكشلي شيء ان وصلت قبل الزمن، واللي ما متوقعة انهم يتأخروا يتأخروا. هم مفترض ليلهم كم؟ ليلهم 15، اليوم 15، والباكج دي مفترض تصلني من يوم 12، او اكشلي من يوم 9 لحد يوم 12، وصلتني يوم 15. سو حزينه منكم يا ناس، هبوا بي. انا كنت يعني متوقعه انه الحاجات تصلني ابدر. المهم هي ما حاجات كثيره، عشان كده انا قلت اوريكم ليها بسرعه. برضو دي واحده من الماتشنج دريسز اللي انا جبتها لي وليقين، فمتحمس شديد انه انا اشوفها. برضو جبت لينا طاقيات مع بعض، حقيقي متحمسه. يلا مع بعض اشوف. صراحه خايفه اشرط الكيس لانه الكيس يعني ما عارفه. ييي، لقيت الطواقي اول حاجه. ياي ياي ياي، اوكي. ثانك يو بابي. الطواقي، ياي حماس. اوكي استنى اوريكم ريحته غريبه، ريحته غريبه. دي حقت يقونة، واي حقت يقونة كبيرة شديد شديد. كريسمس كريسمس. دقيقة طيب افكر لكم شعري عشان مهنا ممكن تشغلين كيف واضح انه واضح تسخن. دير افك شعري عشان البس. ممكن مو شرط يا مهنا، معلش مش عشان اوريهم شكل البتاع. عزبتك كيوت، حبيت الماتيريال بتاعتها حلوة شداد. تو My hair looks so healthy. I like that. Okay. Oh. حبيت. Okay. 10 على 10. 10 على 10. الطاقية. مبدئيا كده الطاقية كسرتني. بس خلاص نحن جاهزين للشتاء. يا جماعة في شنطة في الموضوع ده، أنا ما ما اقدر اصدق انه في البتاع ده في شنطه. حشروها لي كيف؟ طيب اوكي، ده اول ماتشنج دريسز. ده شكله حق يقين. وي البتاع عامله زي المايو يا جماعه. او ماي جاد، الماتيريال بحر بحر. بس خلاص حنمشي بالبحر. بعدين حسيت انه ممكن يلبسها لحد ما يبقى عمرها صغير. يلبسها لحد ما يبقى عمرها صغير. الماتيريال بتاعته حقيقي بحر، وكمان فيه جيب. I didn't see that. فيه جيبين بالجنبات، ما اعرف، لكن حسيته بتاع بحر بتاع بحر، ما اعرف ليه. كده انا اشوف حقي لو قاعد. عنده حقي. دي الحاجات اللي انا طلبتها. اوكي، ده الفستان حقي انا، هو نفس فستان يقين ونفس الماتيريال. يا جماعة بجد طلع شكله حق بحر. نهائي ما كان بدي احساس انه بتاع بحر. طويل يعني، حألبسه طبعا لكم هسي وعشان تشوفوه. او ماي جاد، الماتيريال غريبة مريبة. بحر، بس بحر. حسيت انه من دي ممكن نمشي بها بس المسبح، ممكن نعمل بها اي حاجة ثانية. كمان برضو فيها جيبين. انترستنج، فيري انترستنج. برضو دي ما حاجة شفتها. اوكي ما مشكلة، اصلا الفستان ده انا ما كنت شايلة همه شديد، ما مشكلة. نشوف اللي بعده. دي الشنطة اللي قلت عليكم، لون اليد غريب. اوكي كيوت، بس لونها مصفر كده بطريقة مريبة. ممكن ابدل اليد دي، غالبا ما حاخد اليد دي. دقيقة، اوه طلع في يد تانية. ظلمتهم يا جماعة، ظلمتهم، طلعوا خدت لنا يد تانية كيوت وحلوة وظريفة. دي اليد التانية، وده شكل الشنطة. كيوت وظريفة، بس غالبا حاشين منها دي لانه ما عجبتني. ما عارفة انتوا قاعدين تشوفوا ولا لا، لونها مصفر كده بصورة فيه خدار كده. ما المهم ما حبيتها يعني، فغالبا حاشيل دي برا وحاخد دي. انا بحب، ما عندي شنطة بيضة صراحة، فتكون حاجة ظريفة.
طيب نرجع لك يدك وهيا بنا نشوف اللي بعده. تقريبا خلاص الباكيت خلصت بقى. فلو وريتكم انا قبل كده كان جبت من سيبو بيديل بنطلون، حوريكم حس صورته في الفيديو، حلو شديد يا جماعه، كان جبته ايام انا ولدت. والظريف فيه انه الليستيك بتاعه ممكن يتضيق ويتوسع، فحسي حاليا بعد ما ضعفته بقيت قادره انه انا اشده بحيث انه يكون ظابط فيني. وزمان ايام الاربعين ايام شويه كانت عندي كرشه يعني بعد الولاده وكده، فكنت قادره انه انا البسه، فكان مريح بصوره انا ما قادره اتصور، يعني ما قادره احكي لكم هو كان مريح قدر شنو. فلو انت حامل او لو انت على وشك انك انت تولدي ممكن يعني تشتريه، صراحه خرافي شديد، وبعدين فيه مساحه كده لو عندك بطن يعني ف حيكون خرافي شديد. طيب دي الفساتين انا صراحه متحمسه لها، لو طلعت الماتيريال برضه بتاعتها كعبه حزعل. ده حقي وده حق يقين وبس. تخيل الباكج كده انتهت. شنو انت كان طلبت حاجه؟ ده شنو؟ اه دي حاجه انا كان طلبتها اللي هي بتاع قياس بتاع حراره، عارفه اذا قدرتوا تشوفوه ولا لا. ايوه بيقيس الحراره ليقين، حاجه ظريفه كده لانه قالوا لي انه ما تديها لادول ساكت من غير ما تقيس لها الحراره، فقمت لقيت ده عندهم سعره كان غير ريال ولا ريالين، قلت خلاص اجيبه استفيد منه يعني. ف هنشوفه بس تيجي تشوف الفساتين اللي غالبا البسها مع، طبعا ما بقدر البسها مع الطاقيه دي لانه الفساتين ما عندها علاقه، كنت ناوي البس الفساتين الاسود اللي طلعت في النهايه مايو. أنا فستان يقين كيوت كيف على الكيادة الكيادة. أنا حاسة إن شعري حيكون جف أم المايك وأنتوا حت مو عليه تقولوا أنتوا ما قادرين تسمعوني من قبل. يا لهوي أنا أعتذر عن ذلك والله. الفستان طلع كيوت وبتقفل من تحت كيوت، حبيت والله يا أخي ظريف لكن ما قطن سو وما عارفه ذاته ده بوليستر ولا ده شنو، اظنه بوليستر ما عارفه مكتوب عليه وغايته. المهم كيوت حبيته، حيكون ظريف شديد. تعالوا يلا اوريكم فستاني انا. يا رب الماتيريال تكون رهيبه، يا رب يا رب يا رب يا رب. الماتيريال بتاعت فستاني انا خرافيه. ياه طلعت شفون، واو. حالبسه لكم هسه عشان تشوفوه. طبعا طلع خرافي خرافي، لكن بس عندي معه مشكلة واحدة، طلع ببين تحت في شنو which is مشكلة، يعني لازم ألبس معاه فستان بتحت، لكن ما مشكلة الحمد لله إنه أنا عندي فستان أوريدي لونه أبيض كده قط فممكن ألبسه معاه، لكن فستان الأم طلع خرافي. I love my dress. الحمد لله طلع رهيب. فبس دي الباكج تخيلوا خلاص خلصت. الطاقية طلعت خرافية وطاقية يقين طلعت خرافية برضو، حلبس عليها وحنتصور وحنزل لكم الصور في الانستجرام. والباكج اللي فاتت بتاعت شي ان برضو حنتصور بالحاجات اللي جبناها الماتشنج اوتفيتس وحنزل لكم الصور في الانستجرام. فلو انتم متابعيني في انستجرام شو هناك انستجرام عشان بحب انزل الصور هناك، وشكلها ارهب كتير يعني. انستغرام محل الصور وكده، هنا محل الفيديوهات اوريكم وافتح لكم وكده. بصوره عامه صراحه المره اللي فاتت كان طلبت من هيبو بحاجات وكانت واي احلى واي احلى، ما طلبت حاجات ليا زي ما قلت لكم، طلبت بس البنطلون ليا وطلبت كان ليقين بربتوزات كده حلوه برضو كانت ظريفه، وبرضو كان في تيشيرت كده مكتوب عليه اول رمضان ليا ولا حاجه زي دي كده برضو كان اشتريته لها، فكانت عموما جوده الحاجات حلوه. المره دي ما توفقت صراحه في الحاجات اللي انا اشتريتها، فما عارفه شكله دائما اول طلبيه لي من الموقع بتكون رهيبه او الزول بيكون بخلي باله شديد فتطلع رهيبه، ما عارفه وروني تحت. هل انتوا اول مره طلبتوا فيها من الموقع كانت الحاجه دي ظريفه؟ يعني انا طلبت المره الاولى وكنت متحمسه شديد، جاتني الحاجات ما ظابطه وتاخرت كمان، فما عارفه ما عارفه كيكون الغلط مني، انا كنت متوقعه نفس الماتيريال. المهم ما علينا، لحد هنا الفيديو انتهى. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، لحد ما الاقيكم في فيديو جديد ونسة جديدة وحاجات تانية اطيب. ابقوا طيبين ومع السلامة.